عزيزي المشاهد، على شاشة السينما تعودنا أن نتحدث عن البطل أو الفتى الأول، وقد يغيب عن أذهاننا بعض الأدوار التي لا نعرف من الذي أداها. ضيف الليلة تخرج من معهد الفنون المسرحية، لذلك فهو يملك الأداء الجيد ولديه المقدرة أن يغير جلده في مجموعة من الشخصيات المختلفة، وحتى إذا أدى دور صغير فإن له بصمة خاصة به. عزيزي المشاهد، ضيف الليلة قام بدور الثاني في أكثر من عمل ناجح، وعلى سبيل المثال فإنه أدى دور الصاغ فريد في فيلم غروب وشروق وغيره من الأفلام السينمائية والأعمال المميزة. ضيف الليلة الفنان القدير الأستاذ محمد الضفراوي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا بك. إحنا بنرحب بك وسعداء بهذا اللقاء. أهلا وسهلا. يعني كل الناس بتشوف حضرتك في شخصيات مختلفة عظيمة، ولكن احنا بنحب نغوص في اعماقك ونبدأ من الطفولة. الاسم الحقيقي ايه بالظبط؟ هل هو محمد الضفراوي زي ما نعرف ولا لا؟ لا، هو الاسم الحقيقي محمد الصغير احمد احمد الضفراوي. الصغير؟ الصغير. ده ما فيه. لا، الكبير فنا طبعا. الصغير. طب اختصار الاسم ده جه ازاي؟ والله هو جد الله يرحمه، انا لما كبرت طبعا يعني سالت ايه حكايه الصغير دي يعني. وخصوصا ان انا يعني مرشوق القامه. طبعا ما شاء الله. فقالوا لي اصل جدك الله يرحمه قال لازم تسموا الولد ده محمد الصغير على اسمه هو. على اسمه هو؟ اسمه على اسمه الصغير. هو يعني ده كان اسمه محمد الصغير احمد الدفراوي. فسموني انا محمد الصغير احمد احمد الضفراوي. حضرتك من القاهره؟ من مواليد القاهره؟ لا، امال منين؟ انا من مواليد دسوق، محافظه كفر الشيخ. محافظه كفر الشيخ، طبعا دي كان لها تاثير كبير على حضرتك. يعني هل قعدت فيها فتره طويله ولا انتقلت على طول القاهرة؟ قعدت فيها لغايه ما خدت الابتدائيه من مدرسة برشابة الابتدائية بدسو. حضرتك وانت صغير كان لديك اي موهبة وانت طفل، ولا المواهب بدأت تبان بعدين؟ لا والله، في يعني في البداية ما كانش فيه. هو بدأ من المرحلة الثانوية. من المرحلة الثانوية؟ من المرحلة الثانوية. طب ايه اللي كان يميزك وانت طفل صغير يعني؟ بيقولوا لي انك كنت ابيض وشعرك اصفر. ما اعرفش، مش عارف راح فين البياض والشعر ده. لا يعني كنت مثلا شقي، تلعب كوره، رياضي، حاجه يعني؟ كان في شويه رياضه، لعب الحواري والشوارع اللي انت عارفها ده طبعا. وكان في شويه رياضه في المدرسه، متوازيين، بينج بونج، تنس كده يعني. انما ما كانش في بطولة معينة في حاجة معينة؟ لا. لا، يعني كانت كل الحكايات دي شاملة كده في بعضها، طاقة وخلاص ونشاط، بس مش عارف انه في اتجاه معين لأي لا حاجة. ما كانش فيه. ما كانش فيه. لا. حضرتك وحيد ولا ليك اخوات؟ لا، احنا ستة ما شاء الله. اربع بنات ولدين. حضرتك الكبير ولا في النص ولا الصغير ولا نقدر؟ في بنتين ورا بعض. وبعدين ولد. وبعدين بنت. وبعدين انا. وبعدين بعدي بنت تاني. والد حضرتك كان بيشتغل؟ والله هو في الفترة اللي احنا عشنا فيها يعني كان الناس اما تجار مزارعين او تجار. فوالدي كان تاجر. كان تاجر، واحنا من الطبقة المتوسطة تقريبا يعني. فكان عنده محل ماني فاتور. ماني فاتور اللي هو الاقمشة يعني؟ الاقمشة. محل اقمشة.
والناس اللي في العزب اللي حوالين السوق كانوا يشتروا، ينزلوا بقى كل خميس وكل قطن وكل رز وكل ما اعرفش ايه يشتروا الحاجات بقى. فكان والدي تاجر متوسط الحال كده وعنده 7-8 فدادين في حوالين السوق. وانا للاسف ما شفتوش. حضرتك ما شفتوش خالص؟ لا، لانه توفى وانا عندي 1.5 تقريبا او 2 سنين. ف يعني ما حسيتش بيه قوي يعني، لكن كانوا بيحكوا لي عنه بقى، بيقولوا لي ابوك كان كذا وكذا وكذا. يا مرحب يا ابو العز. اهلا ابو عرب، تعبت كده من الشغل، قلت لك اشم شويه هوا، اخد نفس. اخد نفسك وانا اخد نفس ونفس على نفس، تحلى الانفاس يا ابو العز. الوالده كان ليها تاثير على شخصيتك يعني؟ الوالدة ست أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة. بس ست يعني ولا كل الرجالة. ربت 6 أولاد ما شاء الله، وهي في شبابها تقريبا يعني. لأن أبويا مات وهي في سن صغير يعني، ولم تتزوج بعد كده. ولم تتزوج، قعدت بقى عشان تربي حضراتكم لتربيتها. يعني إيه كان أهم ما يميزها؟ أحيانا اما بتبقى واحده في هذه الظروف بتبقى شديده قاسيه شويه، علشان طبعا مفيش راجل، فبتبقى هي قايمه بدور اب يعني راجل وست وقاسيه وشديده. هل هي كانت كده؟ لا ابدا، ما كانتش كده. كانت ست حنينه قوي وبتربينا على الفضيله والاخلاق والصلاه والصوم والقران. يعني البيت كان كل اسبوع يجي واحد مقرئ يقرا في البيت. ما كانش فيه بقى الهيصه بتاعت الايام الكاسيتات والحاجات دي. طبعا. فكان ونقعد احنا ونسمع القران كل اسبوع ونصلي جماعه في البيت ونصوم. الله، وتربينا تربيه ريفيه سليمه جميله. فيها يعني جو مصري يعني. بتاع نلعب سلام. الله يسلمك يا ولدي. امال فين عامل بيت؟ ما لقيتوش يا ولدي. سالت عمده البلد نفسها، ما اكتفتش بكلام اهل البلد. محمود ابو العز ساب البلد بقاله 3 سنين، بيقولوا سافر يشتغل برا. ناس بتقول في ليبيا، وناس بتقول في الخليج، وناس بتقول في بلاد الواجي الواج. انا عايز اسال حضرتك، ما كانش في اي حد مع حضرتك زملاء مثلا وانت طفل صغير وبقى معاك في الوسط الفني او اشتغل او كده؟ كان بيتردد علينا بقى بحكم انه كان جارنا المطرب الفنان محمد رشدي. استاذ محمد رشدي؟ ايوه. وكان يعني كان صديق انا واخويا. وكان بيتردد علينا في البيت. واحنا كان بيتنا دورين في البلد. فكنا نقعد احنا تحت والبنات يقعدوا فوق. يغني لكم بقى لا، ما كانش لسه الغنى جه على باله خالص يعني. خالص. لغايه ما اتنقلنا جنينة نميش. لما جينا مصر بقى. انتوا اتنقلتوا ليه بقى من 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 دسوق ل... رحنا علشان الدراسة. المدرسة جامعية بقى ولا دراسة؟ لا، المدرسة كان دسوق كان فيها مدرسة ابتدائية بس. وما كانش فيه اعدادي؟ ما كانش فيه ثانوي، ما كانش فيه اعدادي. ولا ثانوي؟ ما كانش فيه ثانوي غير في القاهرة او اسكندرية. يا القاهرة يا اسكندرية. يا اسكندرية. طب مش كان الأقرب انكم تروحوا لاسكندريه ولا القاهره اقرب لكم؟ والله احنا جينا مصر عشان اختي الكبيره كانت متجوزه وقاعده في القاهره. فاحنا جينا بقى، قلتوا لكم حد بقى في البلد نتلم يعني تاني. فقلنا نتلم تاني. فقعدنا في جنينه نميش السيده زينب. وكنا قاعدين في شقه 4 ادوار. وتحت الشقه دي كان في شقه حاجه بيسموها المسروقه. شقة اوضتين وصالة كده. دي تبع الشقة دي. فكنت انا واخويا واخدين انتوا المسروقة. واخدين المسروقة دي. بنذاكر فيها عشان بيتردد علينا زملائنا واصحابنا. وكنا بنذاكر سوا بعيد عن البنات يعني. محمد رشدي اخباره اتقطعت عنكم بقى؟ ولا هو نزل راح؟ جه مصر بقى. جه مصر. بعد ما رحنا احنا ب2-3 سنين تقريبا. وقعد معانا في المسروقه، اقام في المسروقه كمان. اقام يعني بلديات بقى. بلديات. وكنا بنحب بعض ولا زلنا طبعا يعني. طبعا. فهو دخل معهد الموسيقى العربيه اللي في شارع رمسيس. قسم اصوات. كويس.
وقعد يدرس وتخرج وبعدين اول اغنيه لحنها في حياته وشهرته اللي خلت منه محمد رشدي اغنيه قولي لمأذون البلد لحنها عندنا في المسروقة. طب والله كويس المسروقة دي جابت شهرة جت الاستاذ محمد رشدي. ما انا لسه هاجي لك تاني. فعمل قولي لمأذون البلد دي واشتهرت وبقى محمد رشدي ذو شأن كبير قوي يعني. كان بيتردد علينا بقى احنا بقى ايه بعض زملائنا. زي مين بقى؟ زي سامت نوم. زي عبد العزيز غنيم. زي عبد الله غيث. الله يرحمه. زي عادل مهلمي. مجموعه كبيره قوي. طب حضرتك تعرفهم منين اصلا؟ كنت حضرتك لسه دخلت بقى معهد الفنون المسرحيه؟ لا انا كنت في ثانوي لسه. كنت لسه في ثانوي. عرفناهم بقى من فرق التمثيل في المدارس. في المدارس؟ في المدارس. يعني كل اللقاءات دي كانت في المدارس. في الثانوي. كانت كل مدرسة بتعمل حفلة سنوية تقام على مسرح الأزبكية. وكل مدرسة تقدم نص مسرحي. وفي لجنة تحكيم وكان في كاس مصر بيدوها للمدرسة. المدرسة الفايزة. كرارك يا حسين ما تعرف انت عارف ام امينة وليها راسها ناشفة. مش علي. معلش انا هروح اترجاها. لا تروح ولا تيجي ما تلزمنيش. عشان خاطر علي الطلاق بالثلاثة من طرايح. ان كان ردد عليه سيب امها وتحصلني. ما جاتش وحدي هتجوز عليه عن اذنك عشان العربيه متعطله. خلي امها تفتحها. بدانا بقى نرتبط ببعض. المجموعه اللي انا قلت لك عليها. طب انا عايز اسال سؤال. صدق. حضرتك بقى كنت في الفتره دي في الثانوي بتمثل وانا ما كنتش بتمثل في ثالثه ثانوي بس في ثالثه ثانوي مين اللي اكتشفك انك بتمثل في المدرسه؟ مين اللي قال انك تمثل؟ الدكتور ابراهيم سكر. دكتور ابراهيم سكر. دكتور ابراهيم كان بيدرس لحضرتك ولا كان ايه؟ جه كل مدرسه فيها فرق تمثيل. وكان النظار متحمسين جدا لفرق التمثيل. وكانوا ينتزعوا الممثلين من المدارس عشان يكسبوهم في مدرستهم. فجه قال احنا هنعمل مكبس. فعايز اشوف فريق التمثيل. شكسبير. فقال انا عايز اشوف فريق التمثيل. فكنتش في الخطابه ولا حاجه يا استاذ سيد افراوي ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. كل حاجه مش باينه لسه خالص. فجينا في مكبس يعني عملنا اعلان عن فريق التمثيل تكوينه. وانا دخلت الفرق. وجه ابراهيم سكر الاستاذ. ابراهيم سكر واجرى تجارب. ادانا المسرحية. وكل واحد يقول جزء منها كويس. فقلت جزء منها. فعجبته. فقال لي طيب تعالى هنا الناحية دي انت. واحد تاني واحد تالت وواحد رابع. قال دي الفرقة. نعمل بروفات. كان بقى البروفات دي بروفات عنيفة جدا يعني ما كانش زي الحاجات البسيطة اللي لا. فعملنا مجلس واداني دور مجلس. وجاب مدام نعيمة وصفي الله يرحمها. الله يرحمها. واداها لي دي مجلس. كانت وقتها معروفة هي بقى. كانت هي في المسرح الحديث. كانت ممثلة في المسرح الحديث. وعملنا المسرحية في مسرح الأزبكية. وخدنا كاس الجمهورية. ما شاء الله. وكنت بقى حضرتك ساعتها مجلس بقى فبقيت نجم المدرسة. أول مرة أطلع على المسرح كانت بطولة مجلس. وأول مرة أنطق جملة تمثيل. كان مجلس دور مجلس شكسبير يعني. ده قفزة جامدة كبيرة قوي يعني. ولغة عربية ومعرفش من دسوق على طول شكسبير وملابس وكوستومية ومعرفش يعني طبعاً. حاجة. فالحمد لله ربنا وفقني وخدت كاس الجمهورية. وخدت الميدالية الذهبية. وبس. نويت بقى على التمثيل من ساعة أستاذ محمد. نويت لها بقى. نويت لها. ولا هو اللي رشدك بقى قال لك انت دلوقتي خدت الجايزه وانت تصلح دلوقتي انك تبقى ممثل فخش المعهد ولا حضرتك من نفسك فكرت؟ انا كنت عارف بقى ان في معهد المعهد العالي للفنون المسرحيه. كويس. وكان من اعضاء لجنه التحكيم. الاستاذ المرحوم احمد البدوي. الله يرحمه. فجالي في الكواليس بعد العرض. وقال لي يا محمد انا عايزك تقدم في المعهد السنه دي. الحفلة كانت بتبقى في شهر أبريل مايو كده تقريبا. والتقديم بيبقى في سبتمبر. كويس.
وقال لي تعالى لي في شهر 8 او 7 وانا امرنك على حاجات الالقاء مثلا تؤهلك للدخول في المعهد. وفعلا رحت له وادانا بقى كام قطعه كده، السرار والنمله وكلب وقرد وحمار، الحاجات اللي بتعلم اصول الالقاء يعني. ودخلت المعهد، كانت اللجنه بقى استاذ زكي طليمات، استاذ زوج ابيض، استاذ عبد الرحيم الزرقاني، استاذ احمد علام، كله يعني استاذ انور احمد، فطاحل الفن، فطاحل الفن والفكر في البلد، كل دول يمتحنكم. ودخلت المعهد وانا طالب في ثالثه ثانوي. كنتش خلصت الثانويه؟ ما كنتش خلصت، ما كانش فيه ثانويه عامه. كان فيه البكالوريا التوجيهيه، كان فيه بكالوريا وتوجيهيه. انا كنت نجحت في ثالثه ثانوي بقى ورحت الثقافه اللي هي رابعه ثانوي. فدخلت المعهد، كان المعهد اياميها بياخد الطاقات الفذه اللي مش مؤهله علميا، ما معهوش مش مهم لانه ما كانش فيه كان يهمه المستوى الفني. فدخلت سنه رابعه ثانوي وانا طالب في سنه اولى في المعهد. كويس. كانت الدراسه مسائيه. كانت الدراسة مسائية. وكنت بروح مدرسة الدواوين السنوية بالنهار، والمعهد كان في مدرسة الدواوين السنوية بالليل. الله، يعني كنت حضرتك ساكن في المدرسة؟ ساكن في المدرسة صباحا ومساء. صباحا ومساء. طب ده حلو. الصبح طالب ثانوي وبالليل طالب في المعهد. في المعهد الثقافة وخدت أولى معهد. رحت التوجيهية ورحت تانية معهد. خدت التوجيهية ورحت تالتة معهد. كويس. دخلت كلية الأدب كمان. لا يا استاذ محمد، ده انت يعني ده انت غاوي دراسة ما شاء الله. والله جد دخلت كلية الأدب. دخلت كلية الأدب. قسم ايه بقى؟ قسم اجتماع. طب ايه السبب بقى؟ يعني حضرتك اوريدي بقيت في المعهد وصلت لسنة تالتة وهوايتك بانت والتمثيل ونجاحك في التمثيل، يعني المعهد حبيت تاخد المعهد اياميها ما كانش شهاده يعني عاليه تقريبا يعني. صحيح. والله يعني ما كانش يعتبر شهاده عاليه قوي يعني. فانا قلت لا اخويا اضمن بقى. فانا قلت ايه، ادرس هنا وادرس هنا واخد شهاده عاليه وابقى اتوظف بقى في المسرح المدرسي بالليسانس. يعني ده غايه الطموح. غايه الطموح ان اتعين في المسرح المدرسي. كويس قوي. ما كانش فيه بقى غير مسرح اسماعيل ياسين ومسرح